تاكسي تاكس يا تاكس 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 المنيره يا اسطى شارع القصر العيني لو سمحت نادي الزمالك لو سمحت انا اللي شاورت له قبل منك لا انت ما شاورتلوش قبل مني ولا حاجه احنا الاثنين شاورنا في نفس الوقت بس انا اللي حركه مش انا واحده ست بس انا متاكد اني شاورت له قبل حضرتك ثم انا ظروفي قهريه مهما كانت ظروفك مش هتكون زي ظروفي بعد اذنك اعملي معروف يا مدام انت كده هتضيعي مستقبلي انت ايه رايك يا اسطى في اللي بيحصل ده يا ست هانم انا قربت من الشغلانه دي رابع خناقه النهارده اللي هيركب المدعوقه دي هتقوم بيه يا جدع انت خليك شهم بقى عمار ما يصحش كده يا ست انا غريب اول مره اجي مصر ومن غير التاكسي معرفش اروح المكان اللي عاوز اروحه اتوه وانا ابني واقف قدام المدرسه بقاله دلوقتي اكتر من نص ساعه وده عيل صغير ان كان يرضيك تاخد انت التاكسي وافضل انا واقفه كده اتفضل اذا كنت تقبله على نفسك اقبله طبعا الشنطه مفتوحه يا مدام البهية فلوس الجمعية كيس الفلوس بتاعي يا حرامي يا بتاعت تلات ورقات لا من فضلك انا راجل محترم انت محترم انت عليا انا الكلام ده ال 40 جنيه بتوع المهية و 120 جنيه فلوس الجمعية يا امين شرطة الحقني انا هوديك لحديك لا لا حركات السوق المصري دي ما تخش عليا استنى ما اشوف نفسي نعم يا اخويا نعم محفظتي يا حراميه يا نور انا مش هسيبك ايه يا استاذ هتقولي عمين هتقولي عمين اطلع يا اسطى ده الموضوع كبر نطلع شوفك لعيشك اطلع تتحكي عليا تفكرني كويس العمين اهو اعمل معروف يا حضرة الضابط ابني في الشارع بقاله دلوقتي اكتر من ساعة وده عيل صغير عمره 7 سنين ايه الحكاية يا مدام الراجل ده سرقني لا يا سعادة البيت هي اللي سرقتني وانا غريب مش من البلد دي وسرقتني احترم نفسك يا افندي ما انتش مكفيك انك حرامي وكمان قليل ادب من فضلك يا مدام معنى كده اني حرامية يا حضرة الضابط ده انا حكيمة محترمة بشتغل في الهلال الاحمر وعلى بعد خطوتين منكم هنا ودي البطاقة الشخصية بتاعتي اهي برضه هدي نفسك يا مدام اهدي نفسي ازاي بس يا بيه وابني اللي واقف في الشارع ده مانيش عارفة جراله ايه تقدري سيادتك تروح تجيبي ابنك والافندي ده هتفضلوا ماسكينه طبعا لحد حضرتك ما تشرفينا علشان نفتح المحضر ونشوف ايه الحكاية كتر خيرك يا سعادة البيه حسك عينك تعلي صوتك عليا انا بقول لك اهو حضرة الضابط الست دي لا يمكن تخرج من هنا تجيب محفظتي الاول وبعدين تخرج زي ما هي عاوزة انت اسمك ايه شحاته ابو كف ابو ايه ابو كف انت من اني بلد يا شحاته من المنيا يا سعاده البيه وفين بطاقتك الشخصيه البطاقه الحقيقه ما معيش بطاقه ليه يا شحاته اقول لسعادتك البطاقه كانت في جيب القميص كويس امي خدته من على جسمي وعطشت طوالي على ما افتكرت ان البطاقه فيه ورحت اجيبها لقيتها عايمه على وش الميه فرافيت ايوه اسرح 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 طب اتفضلي انت يا مدام واحنا في انتظارك نص ساعه وتاني جايه نص ساعه دي كانوا شويه يركني فين يا بيه الشنطه انت واخدني على فين امشي قدامي بلاش غلبه سامحني يا اشرف يا حبيبي انا اللي يمكن اتاخر عليك بعد كده ان شاء الله الدنيا تتحدى حد يا ماما انا كنت خايف عليك انت يا ضلايا كبتي حتى من قلبي يلا يلا يا حبيبي بسلامته راجل صغير ربنا يحميه اتفضلي ريحي يا فشيخ معلش كتر خيرك اصل انا مستعجله شويه يلا كده عفوا يا استاذ مع السلامه عاوز مدير الامن شخصيا عاوز البيع المحافظ انا مش حرامي انا واحد مهم جدا صحيح البطاقه باشت في طشت الغسيل لكن انا اشحت ابو كف ومعايا اثبات شخصيه طلعوني من هنا قبل المساله ما تكبر
تمد ايدك عليا في حرفدة على طول. روح ربي عيالك احسن لك. تعالى يا خفيف، البيه الظابط عايزك.